أريد أن أقول برسالة إلى الكابتن شرار حيدر، لاعب دولي السابق، رئيس نادي الكرخ. كابتن، يعني بصراحة أنت كلاعب كرة قدم ورياضي عليك أن تعترف بالفوز والخسارة، ف يعني تلك الأيام نداولها بين الناس، بينما كنت فائزا لثلاث دورات سابقة في انتخابات اتحاد كرة القدم، يوما ما تغلبت على كاظم وعلى وفي الدورة الماضية على يونس محمود، وكنت أحد الأعمدة الأساسية لاتحاد كرة القدم، كانت الأمور والرياح تجري إلى جانبك. الآن اختلف الحال واختلف الوضع، وبالتأكيد كلنا نفوز ونخسر. أتمنى عليك أن تركز كثيرا في نادي الكرخ، وأن تترك هذه المهاترات والمشاكل، وتترك بعض الإعلام الذي يحاول أن يجد له قدما يعني أمام المشاهدين من أجل بث البرامج، وبث البرامج حتى لو كانت تسيء وتضر. أتمنى عليك يا أخي العزيز أن تترك هذا الكلام والحديث عن اللجوء إلى محكمة كاس، وإلى يعني ليس دفاعا عن شخص وليس دفاعا عن أحد، لكن ستدخل الكرة العراقية في مشاكل ونزاعات ومهاترات، وربما هي ليست دقيقة 100%. فأرجو منك أن تتقبل الخسارة بكل روح رياضية، وأن تبارك للفائز. ولديك مشروع مهم، أنت تمتلك أحد أهم الأندية في بغداد، نادي يخرج العديد من اللاعبين إلى الدوري العراقي. عليك الاهتمام أكثر في النادي، في تطوير ألعاب النادي، أن تركز في هذا النادي. ونحن يعني كبرنامج وكقناة داعمين لهذه المبادرات ولهذه الأندية، أبدا ليس لدينا تقاطع مع شرار حيدر، وتلاحظتم أكثر من مرة كان هو يعني ضيفنا مع أحمد الحكيم، تحدث إلى كاميرا الرابعة. ومهما اختلفنا في أمور، لكن علينا أن نعود إلى الصواب وإلى المنطق، وأن نترك المهاترات والتلويح بالذهاب إلى الكاس والمعركة وغيرها. بالتالي يعني إن خذلك البعض فلا يتحمل عدنان درجال هذا الخذلان، خذلك البعض لأن البعض لديهم مصالح أخرى، لديهم مآرب أخرى، لديهم وجهات نظر أخرى. يعني بالتالي أنت فزت في ثلاث مرات وخسرت واحدة، هذه لا تعتبر خسارة، خصوصا أنت وقفت أمام يعني لاعب أنت تعرفه جيدا، ورجل له اسمه كما أنت لك الاسم الذي كان يعني صادحا في السنوات الماضية التي مرت على الكرة العراقية. لا أعرف هل لهذه الرسالة صدى أو تأثير، لكنني أقول ما في قلبي لك يا أخي شرار حيدر، وأتمنى لك أن تترك هذا الموضوع، وأن يعني تجلس جلسة صفاء بينك وبين نفسك، وأن تركز على نادي الكرخ، وتعيد الألعاب، تعيد السلة واليد وإلى رونقها مع كرة القدم ومع الألعاب الأخرى.